نرجع اللي قلناه في بارت 2. احنا طلعنا زد 1 عشان سهل على نفسنا، اعتبرنا دول زد 1 ودول زد 2، فدول متصلين ان سيريز، فتعتبر زد ار زائد زد سي، او زد ار ايكوال ار 1 وزد سي 1 هي 1 على جي اوميجا سي 1. فلو عملناهم بلس هيبقى ايه؟ جي اوميجا سي، جي اوميجا ار سي بلس 1 على جي اوميجا سي. زد 2 بقى عباره عن ايه؟ الرول بارالل، اللي هو زد ار تايم زد سي على زد ار بلس زد سي. زد ار اللي هي بار، وزد سي هي عباره عن 1 على جي اوميجا سي. فزد ار تايم زد سي عباره عن ار على جي اوميجا سي، وزد 1 بلس زد سي هي عباره عن ار 2 زائد 1 على جي اوميجا سي. طب احنا عندنا فراكشن، عشان نطير فراكشن ده نعمل ايه؟ نعمل تايم للي تحت، فنعمل هنا تايم جي اوميجا سي 2، فهتبقى فوق عباره عن ار 2 وتحت هنا دي تايم جي اوميجا سي 2، فتبقى جي اوميجا سي 2 ار 2 بلس، ودي جي اوميجا سي على جي اوميجا سي ايكوال 1، فتبقى ار 2 على 1 بلس جي اوميجا ار 2 سي 2. احنا كده طلعنا حاجه؟ لا، احنا هنعرف بعد كده احنا عايزين نعمل ايه. بعد ان طلعنا الزد 1 والزد 2 عايزين نطلع الفي اوتبوت. الفي اوتبوت عباره عن ايه؟ هو عباره عن الفي اللي في الزد 2، مش احنا طبعا دي كلها زد 2، فهي عباره عن الفي في الزد 2 اللي هي عباره عن ايه؟ زد 2 على زد 1 بلس زد 2 في الفي اي. يبقى معنى كده ان الاي هي عباره عن زد 2 على زد 1 بلس زد 2، ده شكل الاي من غير الفي اي عشان طارق معاهم. فالزد 2 هي عباره عن ايه؟ نعوض بالثلاثه ريليشن اللي كانوا معانا، ار 1 بلس جي اوميجا ار سي اللي هو الزد 2، والزد والزد 1 اهي عوضها هنا، والزد 2 اهي. عايزين مش عايزين الشكل فراكشن ده، نعمل تايم ايه بقى؟ هنا في جي اوميجا سي وهنا في 1 بلس جي اوميجا ار سي، نعمل ايه؟ نضربهم في الاثنين، تايم جي اوميجا سي تايم جي اوميجا ار سي. فهنا تايم جي اوميجا سي تايم جي اوميجا ار سي 1 بلس جي اوميجا ار سي، فالجي 1 بلس جي اوميجا ار سي طاروا مع بعض يبقى ار جي اوميجا سي. فاهمين الفكره؟ احنا عملنا تايم 1 بلس جي اوميجا ار سي بلس تايم جي اوميجا سي، عشان ما يبقاش فيه فريكشن هنا ولا هنا. عايز تعملهم ورا بعض واحده واحده، يعني هي تعمل الاول تايم جي اوميجا سي وبعد كده تايم 1 بلس جي اوميجا ار سي فوق وتحت، ماشي. عايز تعملهم في خط واحده برضو ماشي. فهنا هو عملهم هنا في خط واحده، عمل تايم ايه؟ عمل تايم 1 بلس جي اوميجا ار سي وفي نفس الوقت تايم جي اوميجا سي. فهنا ال 1 بلس جي اوميجا ار سي طاروا مع بعض فبقى جي اوميجا ار سي. جي اوميجا ار سي مش اللي هي دي، لا هي عباره عن جي اوميجا سي تايم ار، فبقى جي اوميجا ار سي. وهنا الجي اوميجا سي طارت مع جي اوميجا سي فبقى 1 بلس جي اوميجا ار سي تايم 1 بلس جي اوميجا ار سي، فبقت 1 بلس جي اوميجا ار سي سكوير. وهنا نفس الفكره اللي فوق، 1 بلس جي اوميجا سي طارت مع 1 بلس جي اوميجا سي فبقت جي اوميجا سي تايم ار اللي هي جي اوميجا ار سي. هو ده الاوتبوت بتاعنا اهو، ده الاوتبوت. يبقى نجرب اول حاجه نعملها ايه؟ at اوميجا ايكوال 0. هو هنا في البدايه راح عامل ايه؟ قبل ما يعمل كده راح فك القوس عادي اللي هو الاولاني سكوير زائد التاني سكوير زائد 2 في الاولاني في التانيه، فيبقى 1 بلس جي سكوير بلس جي سكوير اوميجا سكوير ار سكوير سي سكوير بلس 2 جي اوميجا ار سي. جمع 2 جي اوميجا سي مع جي اوميجا سي فبقت 3 جي اوميجا سي، و1 بلس جي سكوير اوميجا سكوير ار سكوير سي سكوير اوميجا سكوير وار سكوير وسي سكوير زي ما هما. الجي سكوير الجي ده اللي هو الكومبلكس نمبر، الكومبلكس نمبر عباره عن ايه؟ عباره عن روت نيجاتيف 1، فمعنى كده ان هي سكوير ايكوال كام؟ نيجاتيف 1، فهي 1 بلس بقت تايم نيجاتيف 1 فبقت 1 ماينس، الماينس دي اللي هو الجي سكوير، ف1 ماينس اوميجا سكوير ار سكوير سي سكوير بلس 3 جي اوميجا ار سي.
الاول نعملها ان الاوميجا دي بزيرو، تبقى هنا زيرو على 1 ديك زيرو. بعد كده نعملها ان الاوميجا ايكوال انفينيتي، فهنا انفينيتي وهنا 1 ماينس انفينيتي اللي هو بنيجاتيف انفينيتي بلس انفينيتي يديك زيرو. تمام، انفينيتي وهنا 1 ماينس انفينيتي اللي هو اسمه ده نيجاتيف انفينيتي بلس انفينيتي يتلو مع بعض يبقى ايكوال زيرو. تالت حاجة ان نخلي الاوميجا هي 1 على ار سي، فهنا هتطير تبقى جي وهنا هيطيروا مع بعض كلهم فتبقى 1 بلس 3 جي. 1 بلس 3 جي لو عملنا اللي قلناه يبقى 1 على 1 سكوير زي 3 سكوير. هي اسمه ده هتطلع 3 سكوير، ف 3 سكوير تحت الروت ايكوال 1 على 3، 1 على 3 اهو. فطلع الثلاثة جيم بتوعنا 0 و 0 وتلت. الباندويث هي عبارة عن الـ FH minus FL. الـ FC هو الـ center of frequency، الـ FH والـ FL هو الـ cut of frequency. ليه؟ يعني ايه الكلام ده؟ ان الجيم بوس بيطلع وينزل، فعند نقطة الـ cut of frequency هتلاقي ليه نقطتين، ففي اتنين كات اوف فريكونسي مش واحده. فالباندويث عباره عن الكات اوف فريكونسي الاولانيه ماينس الكات اوف فريكونسي الثانيه، او الثانيه ماينس الاولانيه. ونفس الفكره بتاعت الانجل، عشان الاولانيه اللي فوق كانت جي فبقت 90 ناقص هنا الدي ديفايد دي، عشان دي جي ودي ما فيهاش جي اهو، وتعوض بالزيرو. لو الزيرو هتديك الالفا دي هتبقى بزيرو، فتبقى 90 ماينس 0 ايكوال 90. لو بانفينيتي فهتبقى دي بانفينيتي، يبقى انفينيتي دي تبقى نيجاتيف 90، فتبقى 90 ماينس نيجاتيف 90 نيجاتيف 180 ايكوال نيجاتيف 90. وهنا التالتة انها تبقى اوميجا سي اللي هي بتبقى ايكوال تلت، فهتبقى دي 90 ماينس 90 ايكوال زيرو. وقلنا نفس الفكرة الاف سي هو كات فريكونسي، والاف اتش والاف ال هما الاف سي هو السنتر فريكونسي اللي هو الماكسيمم بوينت، والاف اتش والاف ال هما الكات فريكونسي. هو ده شكل الجين وهو ده شكل الفيز. تمام، ممكن ما كنتش واضح فهعيد الحته دي تاني. هنا ات اوميجا ايكوال 0 فهتبقى دي 0 ودي ب 0 فهتبقى 0 على 1 ايكوال كام؟ 0. تان 0 ايكوال كام؟ شفت تان 0 ايكوال 0، ف 90 ماينس 0 ايكوال 90، فالاولانيه 90. ونبص على الثالثه، لو اعتبرنا ان هي الكات اوف فريكوانسي فكل اوميجا ار سي بيطيروا مع بعض، اوميجا ار سي يطيروا مع بعض، اوميجا ار سي طاروا مع بعض بقى 1، 1 ماينس 1 ايكوال 0، ف 3 على 0 دي undefined. اي حاجه undefined هي عباره عن 90، فتبقى 90 ماينس 90 ايكوال 0. واللي في النص دي بقى بتتحل بالليمت طويله في الماس، فاحفظها انها نيجاتيف 90. وقلنا الباند ويث ان هي اف اتش ماينس اف ال، وهنا اداك ان الباند ريجكت هومورك بنفس الفكرة، دي الفي اوتبوت والفي انبوت، تعمل دي زد وتطلع دي تعملها زد 1 فتبقى زد 1 على زد 1 بلس زد ار في الفي توتال. اخر حاجة عايز اقولها لك الكواليتي فاكتور. لو قالك الله الكواليتي فاكتور هو عبارة عن ايه؟ الاف سي على الباندويت، الاف سي اللي قلنا هنا ان اعلى نقطة بيوصل لها دي الاف سي، والباندويت عبارة عن اف اتش ماينس اف ال. لو عملت FC على FH minus FL هو ده الكواليتي فاكتور. كده احنا خلصنا Lecture 7 في الإلكترونيكس.